مثلنا خير تمثيل بشاعر المليون شبه إحدى قصائده بأجمل ما قيل في وصف الشعر الشعبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين والتابعين إلى يوم الدين. مستمعين الكرام ومشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم برنامج تعاليل الذي يطلع عليكم كل يوم خميس، وتعليلة جديدة من برنامجكم تعاليل. بالحقيقة اليوم برنامج حلقة اليوم حلقة دسمة جدا، والأجمل من هذا كله المداخلة الجميلة مع الشاعر الجميل والشاعر خليني أنا أقول بوجهة نظري أنا اللي هو ريحة الشام، عبق الشام بالشعر الشعبي، مثلنا خير تمثيل بشاعر المليون وإله بصمته سواء بالساحة أو بالسوشال ميديا، بأخلاقه بشعره الجميل اللي قال عنه بإحدى قصائده رئيس لجنة التحكيم الدكتور غسان الحسن، شبه إحدى قصائده بأجمل ما قيل في وصف الشعر الشعبي، لدرجة أنه قال كل شطر بالقصيدة عبارة عن صورة فنية وبناية. هذا الحكي لجنة كاملة قيمته، وإحنا للأمانة نستمتع بشعره. راح ناخذ إن شاء الله باتصال قريب جدا بعد ما ناخذ استراحة قصيرة، وإن شاء الله يكون معنا. للأمانة ودنا نسبق ونكسب وجود الشاعر المبدع الكبير الشاعر أبو يعرب ناصر الطائي من سوريا. يا حي الله يا هلا، حياك وأبقاك، وتحياتي لك أستاذ عيسى، وتحياتي المتابعين الإذاعة بشكل عام ومتابعين الصفحة. أبو يعرب مساء الخير. مساء النور والسرور، وحياك الله يا الغالي، تحياتي لك والمتابعينك جميعا. للأمانة هذه فرصتنا اللي راح نستغلها بوجود الشاعر والعلم الشاعر ناصر الطائي من سوريا. للأمانة خلينا نستغل الوقت نسولف. ناصر الطائي من سوريا لقب بينه وبين نفسي اللي هو شاعر الشام، وإن شاء الله أني ما ظلمته، وجهتي إلى أني تابعت شعره. وللأمانة يعني هو أديب أيضا بالشعر، يعني أنا من الناس اللي دعمني من خلال برنامجي هذا قبل فترة، وتواصلت أنا وياه ولقيت منه الدعم، وللأمانة شجعنا نكمل بالبرنامج، والحمد والفضل لله. هذه هي عادات الكبار، الشعراء الكبار، حتى لو كان يمكن إحنا ما سلطنا الضوء، فكان مشاركته معنا اليوم إن شاء الله هي وسام على صدر هذا البرنامج، برنامج تعاليل، وإشي يضيف لنا إن شاء الله، ويعطينا خطوة لقدام أنه نكمل. وما زال في جعبة بلاد الشام الكثير من المواهب الشعرية والشعبية والأدبية أمثال أبو يعرب شاعرنا الأول الله يحفظه. موجود معنا يا شباب أبو يعرب، أسعد الله مساك أخوي أبو يعرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أخونا أبو يعرب الشاعر السوري ناصر الطائي، حياك الله في برنامج تعاليل. حياك الله وأبقاك يا الغالي، وتحياتي لجميع المتابعين من خلال هذا البث عبر الإذاعة، ومن خلال البث عبر السوشيال ميديا. وأنا أشكرك على الثناء الجميل، قال إن شاء الله أن نكون عند حسن ظنك وظن المتابعين بشكل عام، وأشكرك على المقدمة الجميلة. والله شوف أبو يعرب، للأمانة حتى الكلام اللي أنا قلته يعني كنت حذر به عشان لا يحسب علي مراءة أو كذا، لكن والله سولفت الإشي اللي سولفه لجنة التحكيم أو حتى الشارع اللي يتابع ناصر الطائي والمتابعين والمتذوقين لشعرك، هذا الحكي شفناه يعني، وسولفنا الناس الرأي اللي احنا شفناه ما بالغنا، وإن شاء الله أنه احنا صادقين. أبو يعرب سولفنا عن محاور يعني عن تجربتك بشاعر المليون في عجالة. والله تجربتي بشاعر المليون تجربة أي شاعر يطمح للوصول إلى مسرح شاطئ الراحة، وهذا احنا اليوم على طاري شاعر المليون اليوم فتح أبوابه. وكالعادة بدأت الشعراء برمي أحلامها على هذا المسرح، فأنا كنت واحد من هالشعراء
اللي كان يطمح إلى الوصول لإيصال رسالة الشعر، يعني رسالة الشعر الحقيقية والمحتوى الهادف مثل ما يسمونه بلغة السوشيال ميديا. فالحمد لله أنا كانت تجربتي بالنسبة لي مشرفة، وكانت تجربة ناجحة أراها كذلك، وإن شاء الله أني شفتها أيضا كذلك بعيون الجمهور والمتابعين. والله هذا احنا إشي شفناه أخويا أبو يعرب للأمانة، وحثيتنا يعني حتى لو كانت يمكن الشعر ما عليه كبير ولا عليه تأخير بالوقت ولا عليه بالعمر، يمكن أنا بصفتي روائي أعرف بعض الشعراء القدامى يعني انولدت مع فترة القصيد بعد 70 سنة، وفي ناس بل خلينا نقول تحت 20 سنة. الشعر عبارة عن خلينا نقول عصاه نتوكأ بها على ظروفنا ونهش بها هموم الدنيا وأفراحها كمان، يمكن هذا هو الوصف. أخوي ناصر، يمكن أنا شايف المتابعين متعطشين لسماع شعرك، فخلينا نربط على قلوبنا حزام الأمان ونسمع ماذا تقول. يبشرون وتكرم عيونهم أنت وياهم. الله يسعدك. هيقول خفف العذلان يا الوجه المورد، كيف أبيعك وانت واحد من همومي، القرادة منك للشعب المقرد وانت خلك لليالي البيض. مومي هذا اللي قافن من الكلفة مجرد، جيت والناموس حطيته يمومي، صغت به لنست والصرح الممرد، في جهاز نصلحه بالغرب رومي. لا تجيبين الغثة بالبدع ورد، حيث صوغ الهرج سلم من سلومي، واستعدي منوحة حرا تفرد، وانجلس لك يا حروف الشعر قومي، فيه عرف الشيخ وهموم المشرد، نادر ما يمسك الخط العمومي، جيت أزاحم طالما الهجوس غرد، وانقصرت الشوط عنشر واي لومي، جيت بطلع عن علومي وتمرد، لجل ترجم لوعتي واقضي لزومي، من يحسب العيش مطبوخ مبرد، والله اني صايم من يوم يومي، صايم عن وصلها خوف المزرد، والهوى ما عنه تشفع بي هدومي، اتحنشل وامهر الشوق المطرد، او قضيت العمر ما خربت صومي. سلامتكم. ما خربت صومي، صح الله لسانك، ابدعت ابدعت للامانه. هذا القصيده انا سمعتها قبل هالمره وموجوده عندي، ويمكن لما اتصلت معك انا فاجاتك ببيت بها من البيوت اللي حافظه. أبدعت أخوي. نعم. أبدعت أخوي ناصر للأمانة يعني. الله يعزك. ناخذ التعليقات، منهم اللي يقول اربط الأحزمة، منهم اللي يقول صح لسانك، منهم اللي يقول الأبيات على الوجع، منهم اللي يقول الله الله. ولكن يا إخوان ضيفنا دسم، وضيفنا خلينا نقول ودنا نظل نعصر لما نستفيد منه قد ما نقدر ونسمع، وهذا مصلحة إلنا، هذا هو الاستغلال. أخوي أبو يعرب، الوين شايف يعني بعجالة ساحتنا الشامية شعريا وينها، كيف تراها؟ أخوي عيسى، أنت سألت، معلش قطع الصوت شوي، لكن اللي فهمته تسأل عن الساحة الشامية وين متجهة يعني بهالشكل هذا؟ كيف يراها أبو يعرب؟ نعم صحيح، كيف تشوفها؟ تمام. الساحة الشامية من 10 سنوات وجاي مبشر بالخير جدا، يعني الساحة الشعر دائما يعتمد على ذائقة المتذوق وأصحاب الذوق، أصحاب المستمعين أو جماهير الشعر، فلا يعتمد على الشاعر بحد ذاته. فأنا أرى الآن أنه ذوق المتابعين وذوق أصحاب الذوق في الشعر في ازدياد وفي ارتفاع وفي نضوج، وهذا الشيء مبشر جدا، وهذا يبعث الشاعر على البحث عن المفردة الجميلة والبحث عن الصورة المبتكرة الجميلة. إذن الساحة الشامية إن شاء الله راح تكون قريبا جدا منافس لساحات الشعر العربية بشكل عام. شكرا لك أخوي أبو يعرب. أبو يعرب ودنا قصيدة، ودنا قصيدة. أبشر 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 بعزك. الله يسعدك. خلونا نرجع للتقليدي. أنا أصلا شاعر بين التقليد والحداثة، لست يعني بشاعر حداثي 100%. فأقول يقول من شانت عليها الليالي، هذا الغرام وأودع القلب معطوب، والصدر يا أيوب فيه انتلالي، والقلب شنه بين ضلعين مجذوب، على فتاة مثل نور الهلالي، عن حبها لو حزنا الرهن ما توب، هذا ويا أيوب لك ما يقالي، إني من همومي والأضيام بذوب، أذوب مثل مذوب باشتعالي،
تلعج بها النيران والجوف ملهوب. أيوب لك مني صحيح المقالي، أثر الهوى يعقبها للعرف وينوب، والعشق له مرقاب في راس عالي، يرقب عليها اللي غدا منه مسلوب. وقصة غرامي مع فتاة الموالي، غير القصص يلي مع حسن أيوب، اللي هجروني عند رب ووالي، يردهم من رد يوسف اليعقوب، إن كان لعتني هبوب الشمالي. أيضا من الجبلة إلى وعن هبوب، حبيت لي عشرا ولحظا صفالي، منهم سوى من سود الشال والثوب، اللي سكن برض المعرة غزالي، مظنون عيني طول ما عشت محبوب، صدق معي وشلون مصدق الغالي، وانقاطعوني كل ذعذاع منجوب. القلب يا أيوب ما به ملالي، دايم بسجعات العصافير مطروب، وان كان قلبي ما ينال المنالي، أقسم برب أم القرى لست مسحوب. سلامتك سلامة الحضرية. يا سلام عليك، يا سلام عليك، صح الله لسانك، أبدعت أبدعت. هات استراحة 30 ثانية لبو يعرب. طاع أمرك أخوي عيسى، دام الأمر يخدم أهل الشعر وخاصة فانا بالخدمة أبد. الله يسعدك. هات هات المايك، هات يا أخوي، أنا عارف ظروف أبو يعرب، فلذلك قدرنا نستغل الظرف ونستغل أبو يعرب معنا. أول شيء يا أبو يعرب جزاك الله خير على قبولك ومشاركتك معنا، وأنا للأمانة أعرف الظروف اللي أنت الآن كنت مشغول بيها، وما أقدر أقول إلا الله يجزيك الخير على هاللفتة الجميلة هذه اللي أنا شايف صداها عندي على التعليقات. وقبل ما نقول لك ونختم، لا ما تطلع إلا لما تقدم لنا كمان ضريبة، أنت ابننا ابننا وإحنا أولى بيك بالشعر، فلذلك يا أخوي شو ما تختار لنا قصيدة ختامية. جزاك الله خير يا أخوي، تستاهل تبشر. الله يسعدك. يقول أرخ يا ليل الرسن واسرج على فكر المغور، أرخ يا ليل الرسن واسرج على فكر المغور، ألونا ثوبه كلح والضام رفلس عن تغاضي، ليه ثار الحرف يا البركان فيك وما تثور، وانت عارف وش وقوفك في محل إعراب ماضي، سود الله وجه بعض اللي يقولوا لي منور، وادري ان قلوبهم سودا ولا تلمح بياضي، العروق اللي توردهم علي وما تحور، ودي يقطعها وصبري يكتم انفاس اعتراضي، يشتهي تاريخهم يشهد على نفسهم زور، يعلم الله شورهم من جورهم ما هو براضي، لا تصور بسمتي مثل ابتسامك يا المصور، انت فاضي بس انا بي بس انا بس انت فاضي، ما صرخني غير صوت يغلي ظلال ويفور، كلمة انت استنهض بقلبي بني عم وقاضي، ولا خذلني غير شور اللي على المجفي يشور، مستثير الحقد بقلوب البشر عقب التراضي، انت تسقي بصدقاك وزارع الفتنة يبور، يطلق اللحية حكيم ويرسم البسمة رياضي، همه يدور على شخص يقول له وش تدور، ويوم يفلس من خبات يزيح رسوم الأراضي، ذمته تطعم رداه وبيده السر متهور، يقسم الواحد تنين ويجلس الحل المقاضي. سلامتك بسلامة الطيبة. صح الله لسانك، أبدعت أبدعت أخوي أبو يعرب، جزاك الله خير على مرورك بصفحتنا والمشاركة الجميلة هذه، أنت بين أهلك وناسك، ونسأل الله أنه كمان نتواصل كمان وكمان وتكون مداخلات، وشكرا أكيد لك. أكيد لي الشرف، وبيض الله وجيهكم، وشكرا على الاستضافة الجميلة واللطيفة، وهذه تحية مني من خلال شاشتك الطيبة وإذاعتك الكريمة الجميع المتابعين والجماهير الشعر بالشام وبالخليج وجميع أنحاء الوطن العربي. شكرا لك، بارك الله بك.